انه ما نصدر اي منتج خام، اذا كان صمغ عربي حيواني قطن، ونحن بلد غني جدا. بمعنى انه يصنع؟ صنع طبعا ولا يصدر خام؟ ايوه ما يصدر خام. انت عارف القيمه المضافه، يعني انت لما تصنع بتزيد للمنتج بتاعك قيمته 200-300%. التصنيع بيخلق ليك إمكانية خلق العمالة ذات القدرات العالية، عمالة حيكون دخول عالية، بالتالي ممكن تستهلك، بالتالي ممكن يكون عندها بتخلق دورة في الاقتصاد، وبتعالج ليك القضية الأساسية بتاعت البطالة وسط الشباب وكل قطاعات المجتمع. فلازم يكون ده الهادي بتاعنا. أثيوبيا الجارة قبل 5 سنين اتخذت قرار صارم في انه ما حتصدر اي منتج خام، والتزموا به ولحد النهايه. ده بيساعد على انك تخلق صناعات وطنيه، تخلق صناعات بالزمن بيبقى عندها القدره على المنافسه وعلى انها يعني تلقى محلها في الاسواق الاقليميه والدوليه الى اخره. اول شيء هذا الزعيم السياسي قام بجهد، وهذا مش كلام سياسه فاضي، ممكن كلام كمواطن عربي امريكي يعيش هنا، قام بجهد هائل، وربما في خلال ساعات غير الصوره النمطيه الخبيثه اللي كانت لدى الامريكيين عن السودان. وراهم الوجه الحضاري للسودان، فريق من المفاوضين متعلمين فاهمين اصول اللعبه السياسيه والقضايا، وخلال ساعات حصل على مساله اعاده السفراء واعاده الثقه مع الشريك الامريكي، وانا اتنبأ له نجاح باهر إذا لم يتآمر عليه الجيران وتركوه يبني هذا الشعب الكريم هذا. والله شعبي يعني شعبي إن شاء الله نال التوفيق من كل قلب، والرجل يستاهل المثقف قادر على المهام. نتمنى أن المحيط العربي والإسلامي يترك ويشتغل إن شاء الله.